تتمدوا تتمكس بعباد الله مصطفى وهذاك الفيل زوين ما زوين وكي تهضر تيقول لك بوعوق 76 واش تعطوك العقل على بوعوق بعتي قال لي واش بعتي الدب ديالك صاحبي انت بوعوق تلاقت انا في الفيلم كاع نسو بعده نسوت ولكن كذب انت وياه وكيقول لك معوق على ولدك تتمدى مشيت عند صاحبي هذاك الزوطية هنا هذاك الدراعي هنا قال لي عليه شوف عند البيسي جبدها درت لي تنسوك معوق مدوين على فيلم معوق يعني انت هذه الكلمة هذه اتفقتي معهم باش يحيدوها قال في الأول حبست البلاطو وقفت أنا تترغبوا فيا تما ومعنا كاع تاتك المنزرة واحد برسطوط المنزرة توا دار فيه وكلشي داروا فيه قالت نعاودها صاحبي حنا نعاودها عاودناها ثلاث مرات حيد زعما تسمو دا تشوف العباد تلقى ودي راس سنة الفيلم ديالك قلت لك فيه انت راه تيقول لك معوق الله تقول الله واقع بديت عند صاحبي قلت له الله يرحم بك دخل للبيسي ذاك صبوا عليك على كاين زبده تما كاين معوق ديالك كاين زبده ثلاثه الاولى فيها معوق والثالثه بنص معوق تما شايف بحال بحال حيد زوج وخلاها حادي انا عيطت لي في التليفون قلت السلام عليكم شنو قلت لي في عبد الملك انا باصوبي خير لاباس نغدر شكون اللي اتصلتي بالمخرج طه بن سليمان؟ دابا اتصلت بها قال لي هو فاس باصوب سير غبره غبرتي عندك انا غبرت عليك ها قلت المهم قلت لي ديك المشهد ديال اللي خليته في الفيلم ما حيتك هذه انا بعرفها مبكر قال لي انا كنت عندك شراها تاخذ السيناريو قلت له شنو؟ السيناريو خصنا في البلاطو قدام جنة وطلقت عليه وناد لا شي غوتو عليه دخلت لا دابا هذيك الشارع بدا تنطر لان غندعيك قالت لي خص تحيدو انا ندعيك لا دابا نحيدو هي تموت ما حيدو دابا راه باقي كيتسارو باقي ما تحيدش باقي ما تحيد دابا غادي ندعي انا يعني يبقى فيك الحالة الحالة هذا النفس عندي هنا انا واعي واحد تيكون في الشارع كندور فيه وهذيك الكلمة كانت غير تجلالا من رفيق بوبكر بوبكر حتى عرفت رفيق بوبكر عرفت مسكين مريض هذاك راه بحال كنت برفع عليه القادم معروف تي راك الاخر المخرج يعني انت كتلوم المخرج المخرج انا ما بيخ بوبكر عيبو فيه هذاك انا قلت المخرج هكا عليا انا لا ماشي كنتشعل انا راه رزقي والفيلم اللي هو كامبوديا سي المراط باش ناكدوا للمشاهد كامبوديا كامبوديا ولكن كنت بتقعد التليفون ديالي شفت ديك انا ورفق بوبكر لا الفيلم راه كاين في الانترنت وكاين كاين انا ورفق بوبكر السيناريو كان قراراوية يعني السيناريو اللي تعطاك انت في الاول ما فيهش ما فيهش شفتو فيها انا ما مشيتش نحيد حالتي ورفيق بوبكر الفنان ما اعتذر منك ما هضرش انا قلت في البلاطو كانت شويه فوالا قلت سمح لي با الطوب لا نروح الوالد سمح لي ما كاين راه عرفتي اخوك هذا هو انا اعتذرت انا صح رفيق بوبكر اعتذرت لي ماشي هو تعرفته احمق باش خلي انا قلت لا دابا انت باش كطالب سي مصطفى انا كنطلب الحبه قلت لها الطبله عطيه الدم وجهي بعدا دم وجهي دم وجهي دابا الحين داخل في السيناريو شو داخل في السيناريو شحال كان عندك من مشهد في الفيلم؟ جوج عندي الاول كان جوج هاد الجوج المشاهد شحال قلتي لنا خديتي فيهم شحال تخلصتي فيهم؟ 1000 درهم 1000 درهم علاش قلت لك تعطيني غير 1500 درهم الى لا بزاف باسطو ياك قلت بعد تعطيني اعطاني 1000 درهم هو صاحبي اللي عاونك تعطيني بس ترانسبور 100 درهم فين كان عندكم تصوير؟ الخميسات وفي الليل لا بالنهار في الليل يعني صورتي رجعتي في حالك؟ وي وخير بيت العيبة على دابا ختاما سي المرابط شنو الرسالة ديالك وشنو الطلب ديالك الأخير؟ أنا كان لا الرسالة ديالي بالله لا خاصني كيكون شي فيلم شوف حتى الميدان هذا راه طلعوا ديك كيف تيقولوا المهرجين هذا المهرجين هذا كيفاش بغا يجيب الإشهار عباد الله نو قاتلنا نص الدم ديالنا بالف درهم وشوفوا نعتني باللور نسمع الطبله غير ندعي هكا واش يقول لي هو راه دخل في السيناريو وعصتني باش نزل الفيلم نو انا ما عندي ما ناكل
هذا راه قبل منه في الميدان السيد مائي، قاعد الممثل كتشوف هذا قبل منه. أول عام ديالي معنا بنحلف في الشهيد، بقى العمارة السعادة باقة مزية. ديال ديك ديك مليار على ربي. كلا حتى شي واحد. أول بوست ديالي دار شكل دار طيب العدس. ديال الخيمة. المفتي هذاك كيدير مساكن في الطب المفتيين باقي حيين واحد مسكين راه مريض هذيك لعيبه بشرقي صح كان هو هذا